اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم ليالي رمضان وسهرتنا النهارده لسه ما انتهتش. هنختم فيها مع الكثير من الطرب، يعني الطرب الاصيل زي ما بيقولوا. كتير جدا مننا في رمضان بنحب نسمع الكثير من الطرب الاصيل، الطرب الفن الجميل، زمن الفن الجميل زي ما بنقول دايما، واصواتهم الجميله. عشان كده النهارده هيكون معانا في هذه الفقرة الفنان والمطرب صبري الغندور. أهلا بيك. أهلا سنة حضرتك طيب. يا فندم، كل سنة حضرتك طيبة وكل القناة وكل مصر بخير والعالم العربي يا رب. اللهم أمين. ربنا يخليك. كمان هيكون معانا عازف الأورج نبيل أشرف. أهلا بيك وكل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة وكل سنة وأنتم طيبين جميعا يا رب. أمين. وكمان معانا رامي أبو العيلة كرال. أهلا بيك، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين. يعني احنا النهارده بقى عايزين نسمع، وعايزين يعني نسمع اكتر، قليل من الكلام كثير من الفن. خلينا نقول كده نستهل بدايه فقرتنا بايه، ايه اللي محضرين ان شاء الله عشان الشهر الكريم، ونقول حاجه برضو اغنيه وهي دينيه في نفس الوقت. القلب يعشق السيدة ام كلثوم. كوكب الشرق بقى. خلينا حاجه دينيه كده نستهل بيها الفقره لكوكب الشرق ام كلثوم. يلا بينا. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يعي. واللي صدق في الحب قليل قليل، والدم يدوب يوم ولا اتنين ولا اتنين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، واللي هويته اليوم اليوم دايم وصاله دوم، لا يعاتب اللي يدوم ولا في طبعه اللوم، واحد مفيش غيره ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد باب بيته، واما تجلالي واما تجلالي واما تجلالي، بالدمع لاجيته بالدمع لاجيته. كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه، وكان يناديني و
ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيلي تخضع لي وتجيلي طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته اليك لو تحسبه بيديك هتشوف جمايله عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم. الله، يعني فعلا بداية جميلة جدا. واحنا بنتكلم كده عن كوكب الشرق، ويعني شايف انه فعلا طرب الزمن الجميل ازاي ممكن ان هو يتكرر، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن اصوات غير عاديه وكان فيها هدف وفيها يعني معنى ورساله. طبعا اللحن والكلام والذوق وذوق المستمعين، وطول ما في ناس لسه بتسمع الاغاني الحلوه دي واللحن الحلو ده والكلام الجميل ده، ان شاء الله يفضل الفن طول عمره رساله جميله وكلام محترم وكلام هادف. ان شاء الله يفضل ان شاء الله الذوق العام واللحن والكلمة الجميلة موجودة إن شاء الله بإذن الله. نتمنى ده. وخلينا بقى أنا شايفة يعني الفن الزمن الجميل في ناس ليه يعني اشتياق كثير جدا إن هي تسمع طبعًا. أكتر طبعًا. في حاجة تانية محضرها لنا عندنا ناس. نقول حاجة للفنان محمد رشدي رحمة الله عليه. محمد رشدي الله طبعا حاجة جميلة وطرب برضه. يلا اتفضل. خط القناوي ولا يا ولا يا عرباوي ارمي بياضك خط القناوي وان كنت شاري دم زمانك مهر مركب وانت معداوي عرباوي 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 شغلان الشابة الحلوة الصنيورة أم التربيعة بترسم ظلايا على القورة وضفاير غارت من القصة رقصت على رل الخلاخيل وعيون يا صبايا ما تتوصى غيا وبتطير زغاليل وضفاير غارت من القصة رقصت على رن الخلاخيل وعيون يا صبايا ما تتوصى غيا وبتطير زغاليل بتبص بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهى لما يرايها وش حالنا يا ابو قلبي غاوي ولا يا ولا يا عرباوي ارمي بياضك خط القناوي ولا يا ولا يا لام زمانك الماري مركب وانت معداوي عرباوي عرباوي
والله يا غوى مغرم صبابة، وقالوا لي قبل الهوى غلابة، والله يا غوى مغرم صبابة، وقالوا لي قبل الهوى غلابة، وانا قلت شاري وما دمت شاري، انا قلت شاري وما دمت شاري، لو كانت نغم قلبي رضابة لأصر الهنا في طرحة لي، وابدر عشينا ياسمين وفولي، انا لأصر الهنا في طرحة لي، وابدر عشينا ياسمين وفولي، ولا خلف ظنكم في الفرح يالي، فاكرين الهنا لعب وتسالي، ولا يا ولا يا عرباوي ارمي بياضك خط القلاوي، ولا يا ولا يا عرباوي ارمي بياضك خط القلاوي، وان كنت شاري يا دهام زمانك المهر مركب وانت معداوي، عرباوي عرباوي عرباوي. محمد رشدي ومحرم فؤاد ونجاة الصغيرة، يعني الأصوات دي اللي بيقولوا عليها أصوات لا تموت طبعا، الحاجة اللي عايشة فعلا مازالت، هم ماتوا لكن سابوا فعلا طرب أصيل، فنهم عايش ولحنهم عايش وكلامهم الجميل عايش، ولذلك احنا متربيين على الحاجة دي، وإن شاء الله هنفضل ماشيين على هذا المنوال إن شاء الله. جميل. على الطرب والكلمة الحلوة واللحن الكويس بإذن الله. حلو إن احنا نحيي طول الوقت التراث طبعا، ده تراثنا وده طبعًا. الفن الجميل اللي طول الوقت يعني نقدر نقول إن فعلا بنستمتع وإحنا بنسمعه. تاريخنا في الفن، أنا الفنانة نجاة عيون القلب دي بتطلب منا مثلا كتير في الحفلة، أكتر من مرة، أكتر من 5 مرات. يعني في ناس بتحب لحد وقتنا هذا تطلب الفن ده، ولا نقدر نقول لا كل جيل وليه لونه؟ لا طبعا، هو لا لكل لون اغانيه، لكن الجيل اللي اتربى على الاغاني دي لسه موجود وهيفضل موجود طول العمر، ولذلك احنا لسه بنغني الاغاني الحلوه دي الجميله دي والكلام الجميل واللحن ده مش هيموت ابدا ان شاء الله. خلينا بقى نختم كده مع حاجه تمام. حلوه، ولكن قبل ما نختم انا طبعا هشكركم لانكم نورتونا وامتعتونا. كان معانا الفنان صبري الغندور، نورتني وشرفتني، كمان كان معانا عازف الاورجن نبيل اشرف، كل سنه وانت طيب، وكرال رامي ابو العيله، كل سنه وانت طيب، السلام. وكمان كل مشاهدينا الكرام كل سنه وحضراتكم طيبين، والى ان نلتقي في لقاء جديد من ليالي رمضان، استودعكم عنايه الله وامنه الذي لا تضيع دعوه، السلام عليكم. اتفضل فيروز يوم سالوا الناس. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لأول مرة ما بينكم سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لأول مرة ما بينكم سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، لأول مرة ما بينكم سوا. عنك يا حبيبي كتبوا المكاتيب وخذ الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي،
لأول مرة ما بينكم سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت اللي نراجع وعطلوني. غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخباي بعيوني، وطب الهوى وخلاني الهوى لأول مرة ما بينكم سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كذبوا المكاتيب وأخدها الهوى. بيعز علي غني يا حبيبي، لأول مرة ما بينكم سوا.